فراشات مقيس، افطارات روني بسمحيه، مقام سيجال. في هالفراشات شفنا 10 شغلات هي لمصلحة يوسف الصديق. في البراشات السابقة شفنا تحمل وتعذب في 10 شغلات كلها صار وتمرمر له. لذلك اجت البراشات عشان تعوض له هالشغلات الصعبة اللي عدت عليه في البراشات السابقة. وهلا بدنا نحكيها وحدة وحدة. في هذيك البراشة كان مكروه من اخواته، لكن هوني حبوه منين؟ ملك مصر وشعب مصر. في البراشات السابقه المنامات والاحلام سببت له الكراهيه، لكن هون المنامات سببت له المحبه وعن طريقه عظيم وكبر. في البراشات السابقه شلحوه صدريته تبع ابوه يعقوب اللي مفتخرة وكويسة. هون الملك لبسته الحرير وطوق الذهب في رقبته. هونيك رموه في الجب هو عاري، لكن هون اخرجوه من الجب يعني من السجن، حلقوا له وحمموه واعطوه الالبسه الجديده مشان يقدر يقابل فيها الملك. هونيك باعوه عبد، هوني عينوه نائب الملك والجميع عم بركعوا له وبحترموه. هونيك اخواته لعبوا عليه وغدروا فيه وعذبوه، لكن هون اخواته اجوا لعنده وعم بركعوا له احتراما لوظيفته العاليه. هونيك ابتعد عن اخواته وخسر مقابلتهم، لكن هون انضموا له واكلوا معه. هونيك انزلوه لمصر بالاهانه والضرب والجر وحافي القدمين. هون طلع على عربيه الملك ودار في كل ارض مصر والناس عم ترحب وتسفق له وبيزتوا عليه الكاندي والحلويات. هونيك تحايلت عليه مرت معلمه واتهمته بالزنا معها. هوني جوزته بنته وسوته الصهرة. هونيك سارة مشكيم يا وزير المسؤول عن شرب مشاريب الملك نسيه، لكن هوني تذكره وشكره ومدح فيه وأوصله انه يقابل الملك. من هون نتعلم درس في الحياة، انه الانسان في الحياة شد بيعدي عليه عذاب وصعر ومرارة، بيجي يوم وبوران بيعوض له عن كل شيء اللي تحمله وتعذب فيه، من كان في هالدنيا او في الدنيا الاخرة في عالم الله. وكل عذاب معاناة الانسان هي تحضير لمستقبل باهر ولامع بيعوض له كل عذابات. من هون نتعلم شقد أعمال بورورام عظيمة وتصرفاته مع الناس. يوسف بعد ما كان عبد ومتهم انه تحرش مرت معلمه وظلموه في هالشغلة، وصل أعلى درجات الحكم والقيادة في أعظم دولة في التاريخ في هذاك العصر. ومعروف في تلك العصور وتلك الأيام رتبة العبد في المجتمع، بيشتروه بيبيعوه مثل سلعة، مثل قطعة قماش سجادة. لكن هوني عينوا الملك مستشار ورئيس على كل رجال بلاط الملك القصر والضباط والوزراء. قالوا الحخاميم لما سمعوا الوزراء تبع فرعون بده يحطوا ليوسف رئيس، انتقدوا الملك وقالوا له: سيدنا الملك، عبد اللي دفع معلمه حقه 20 ليرة لتحطه رئيس وحاكم علينا؟ جاوبهم الملك: هذا مو عبد، هيئة الملوكية والعظمة عم تطلع على وجهه. مش هالشي يسموه الحخاميم يوسف الصديق، ليش؟ لأنه حافظ على دينه، على يهوديته، على التوراة تبعته اللي تعلمها وورثها من أبوه وجده. هو كان بفتخر وبعلن أمام الجميع أنه أنا يهودي وبفتخر بذلك. لما سألوا الملك منين بتعرف تفسير المنامات؟ جاوبه بصوت عالي ومرفوع الراس: أنا ما بعرف شي سيدي الملك، كل شي معاد بالعلام، وكل هدف يوسف نشر الإيمان في خالق الدنيا، هو عم بيدير الدنيا بكل أحداثها من بدايتها وإلى الأبد. بورام يزكينا زيخوته ويحفظنا أمين. تعليقات على البراشا. قال باسو:
لما طلعوا يوسف من السجن ركضوا وعجلوه واسرعوه مشان يقابل الملك. هون بنسأل ليش ترى عم تقول رقدوه؟ الرقدة مشان ايش؟ يصلوا 12 سنة في السجن. هلا مشان كان مبدئية معدودة تأخير بتأثر عليه. اللي عم تعلمنا التوراة درس في الحياة، لما بتقرر الشماين في السماء تغيير وضع الإنسان للجيد أو بالعكس برنان لا سمح الله، بيجي القرار وبتنفذ بأسرع وقت ممكن، والإنسان اللي تقرر عليه مش من السماء ليطلع درجات العليا والزعامة أو يصير ملك، بتشوف الأمور تأتي بسرعة بدون ما واحد يتوقعها. هون يوسف 12 سنة في السجن، فجأة فرعوه عم بيشوف منام، وزيره عم بيذكره اللي نسيه ليوسف سنتين، حراس الملك اسرعوا ورقدوا وصلوا ليوسف على القصر. ملاك بالسماء قبل بليل اجى علمه ليوسف 70 لغة دولية عشان تأهله يكون نائب الملك، لأنه يعني إذا ما بيعرف اللغات ما بيحطوه. لذلك على الإنسان ما يرقد من أجل مستقبله وتفوقه وصوله أعلى الدرجات، إلا السماء برسلوه وسيط بيوصلوا المكان المنشود. لذلك قالوا الحاخامين اللي برقد ورا الكابود والأبهة، الأبهة بتهرب منه، واللي بيبتعد عن الأبهة والكبرياء الأبرهاء والعظمة بترقد ورا وتوصلوا أعلى الدرجات. تفسير ثاني على بيرشاه، اقترح يوسف على الملك فرعون إنه يخبي الحنطة الزايدة تبع 7 سنين الشبع في مخازن خاصة بيستعملوها في 7 سنين الجوع. هوني بنسأل هالفكرة بيعرفها وبيفكر فيها كل إنسان عادي، شو هالميزة في اقتراح يوسف هذا؟ اللي عم بيعلمنا يوسف درس في حياتنا، معروف كل إنسان أيام الضيقة المالية بيمسك إيده ما بيكب صياته لأنه ما في إمكانيات، ما بصرف إلا ضروري جدا جدا. هي فكرة كل إنسان بيساويها وبيعرفها، لكن الشاطر والذكي حتى أيام الشبع أيام المكسب يحافظ على مصرياته، مش شطارة إذا أنا عم بكسب لازم أكب مصريات وأهدرها هون وهون، هذا خطأ كبير لأنه يندم عليها. هلا معلومات تاريخية مختصرة، عدة سنوات قبل خراب بيت المقداش، في هذاك وقت الجاليات والطوائف اليهودية انتشر في جميع أنحاء العالم بعد خراب المقداش الأول، وما بتلاقي بلد ما في يهود، عاشوا اشتغلوا هن أولادهم أحفادهم، فتحوا محلات فتحوا مصانع وزهرت التجارة عن طريقهم في تلك الدول، وصل أعدادهم أحيانا لعدد سكان المدينة من غير اليهود اللي عم بيعيشوا فيها، وأحيانا وصل أعدادهم أكثر، ولكنه حافظوا على التوراة، حافظوا على وصايا بوري عولام في جميع أراضي الشتات، وكانوا ما يندمجوا مع سكان البلد لا في أكلهم لا في زواجهم، واختاروا حارات وشوارع مناطق خاصة فيهم وعاشوا مع بعضهم، لكن قلوبهم وصواتهم دائما متجهة لإير إسرائيل ويروشالايم، وصاروا يبعثوا تبرعات لفقراء في تبع إير إسرائيل، ويبعثوا قربانوت قرابين في المداش، واحترمون حكام تلك البلاد، حتى هالبلد الميهود عملوهم بالحسنى، وكلهم بيشهدوا عليهم بأنه الشعب ممتاز عنده أخلاق بتعاملوا مع الآخرين بالصدق والأمانة، وتعلموا منهم كتير من الشعوب، وأرسلوا تبرعاتهم كمان لبيت المقداش لأنه وجدوا في الدين اليهودي هو الدين الصح وصادق، وعرفوا أنه عباداتهم هن للأصنام والأوثان كلها مزورة ومزيفة، وكان كل يهودي بيجي من يروشلايم من إسرائيل برقدوا عليه بقية الشعوب وبحترموه، بحطوا له كرسي عالي في الساحة العامة عشان يسمعوا منه أمور فيها زكاة وأشياء دينية صادقة ما بيعرفوها من قبله. أما أبناء الطائفة لتلك البلدان بالرغم أنه ضربوا صحبة وصادقوا جيرانهم من غير اليهود، لكن لما بدعوهم لحضور حفلاتهم بيروحوا بياخدوا معهم أكلهم وأكل كوشير عشان ما يأكلوا أكل من صاحب الحفلة لا
لأنه مو كوشر. لكن اليهود في هالبلاد اللي راحوا وعاشوا فيها غيروا سميهم، بسموا أولادهم بأسامي تلك الدول، خاصة في أوروبا في اليونان وروما. وصلت الجالية اليهودية تعيش في تركيا وشمال سوريا في حلب ودمشق، وكثير منهم سكنوا في أوروبا خاصة في روما في إيطاليا، وأصبحوا أغنياء في التجارة بسبب تمسكهم بالتوراة والمزوط، وصار عندهم نفوذ عند الحكام والقياصرة لتلك الدول، ودعموا جميع سكان أرض إسرائيل. وكان الدين اليهودي الوحيد مسموح بممارسته بحرية في الإمبراطورية الرومانية، لكن بقية الشعب لازم يتأيدوا بالأصنام والأوثان اللي تفرضها الدولة عليهم. الطريق إلى الصحة والشفاء، إن الجسم يحتاج يوميا كمية من الملح تتراوح من 5 جرامات إلى 8 جرامات، أي ما يعادل ملعقة صغيرة من الملح لا أكثر. لذلك علينا الامتناع من إضافة الملح إلى مأكولاتنا المطبوخة سابقا أو أثناء تناولنا عليها لها على المائدة. لازم نعرف 80% من كمية الملح اللي تلزمنا موجودة في المأكولات الحاضرة والمعلبات بأنواعها، لكن المشكلة إنه اعتدنا ناكل أكلنا مالح، طعمه مالح من صغرنا، لذلك ما نحس إنه هذا مالح في الطعام المحضر والجاهز نشتري من السوق والمعلبات بأنواعها. والملح موجود بكثرة وما بنحس فيه هو الخبز. إذا أكلنا 250 جرام من الخبز اليوم بيكون دخلنا جسمنا 3 جرامات ملح. كذلك الملح المخفي أيضا هو الموجود في أكياس المرأة تبع الدجاج وغيرها. صحن شوربة أو مرق دجاج يحوي داخله 5 جرامات ملح. لذلك علينا بالامتناع من هذه الأمور. وش هي؟ أولاً ما في نضيف ملح من زجاجات الملح الملاحة تبع الطاولة لأي وجبة أمامنا عم ناكلها، بكفي اللي حطينه في المطبخ. الابتعاد عن المخللات بأنواعها والموالح، فستق ولوز وكلهم مالحين. إذا ناكل ننقعهم بالمية شيروا منه الملح. الزيتون ملح كثير، السمك مملح، الجبنة مالحة، كل هذا بتدخل سم تضر الأجسام. اللي ياكل هيك أكلات لازم ننقعهم قبل بمدة، قبل ب 24 ساعة شايروا طعم الملح منهم، بعدين ناكلهم بحرية وما بنتأذى. حتى الدجاج واللحم لازم المرأة قبل ما تطبخه تنقعه بالمية كم ساعة، أو أول غلية تكبها لأنه فيها الملح كله بنزل في الطبقة الأولى. والمرأة بدها تحط ملح في الطعام في الطبخة ما تحطها في أول الطبخ، إلا تترك الملح بالأخير. ليش؟ لما عم تنطبخ عم تبخر السوائل، لما تروح السوائل بيطلع تأثير الملح، بصير طبخة مالحة لوحدها. في الأخير قبل ما تطفي النار تشوف إذا لازم ملح تحط الله، لكن مو من الأول قبل ما تبدأ الطبخ تحط معلقة ملح أو معلقتين، معناتها فيه الأكل ملح عم تزده وياه ملح. لازم تنتبه في هالشغلة مشان ما يتأذوا العائلة من أكل ملح. لازم نعود أجسامنا على تناول أطعمة دلعة يعني قليلة الملوحة. في البداية صعبة ما بتقبل الإنسان، لكن في الأخير حصة الذوق تبع كل إنسان بعتاد وبتقبل الطعام الدلع الجديد. كمان لازم ننتبه ما نترك أطفالنا يتعودوا على تناول الأطعمة المالحة، لأنه الطفل إذا اعتاد من صغره يأكل شيء مالح كل ما كبر جسمه بتطلب كمية ملح أكثر وأكثر. لازم المملحة ما نعيفة على الطاولة وقت الأكل عشان ما حدا ياخد ويرش على الأكل، وهي فكرة جيدة وصحية لجميع أفراد العائلة. من كبار الحخاميم ربي شالوم شبازي، عاش خلق سنة 1619 نفطار توفى 1710.
بعد ما رجع ربي شالوم من دفن والدته رجع عن معلمه وطلب انه يشتغل عنده، ومعلمه قبل في هالشي. ومعلمه كان رجل دين وكأنه حاخام، يعني شبه حاخام وبرا جمارة. شاف في هالشاب اللي عم شغله عنده انه فهمان وقريان توراة، وطلب انه كل اللي بعد شغل يبرك معه ويقروا توراة ويقروا جمارة. وقبل هذا الشاب اللي هو ربي شالوم، وبيدي الناس في البلد يحكوا عليه على العجوبة اللي صارت معه. شلون راح حضر جنازة والدته وكان بعيد عنها عدة أيام، وصل بنهاره شلون راح شلون رجع بعجوبة ما حدا عرفها، وزاع صيته في البلد حتى وصل خبر للإمام الحاكم تبع اليمن هو الملك، فاستدعاه واجتمع معه وفرح كثير من هذه المقابلة. شافه ذكي وعنده خبرة وفهمان، وقال له بدك تكون مستشار إلي. قال له بدي أفتح لك مكتب في القصر عندي، لكن ربي شالوم رفض هالعرض. قال له أنا بدي أتعلم توراة، ما فاضي أبرك عندك يا سيدي الملك، ولما في حالة الضرورة استدعيني وأنا بجي لعندك اشطلب مني بقول لك. ابن الإمام بذلك، كل مرة كل ما بيطالع الإمام قرار ضد اليهود اللي قاعدين في اليمن، كان ربي شالوم يروح لعنده ويطلب منه يلغي هالقرارات ويخفف الضغط على اليهود. والإمام كان يحبه ويسمع له وينفذ له طلباته. اتجوز ربي شمعون وعلام بعت له ولدين، اثنين حاخامين طلعوا، واحد ربي يهودا واحد ربي شمعون، وجاله بنت كويسة كتير وذكية اسمها شمعة. لما سمع الإمام على بنت الحاخام وعلى جمالها وذكائها، قال له لأبوه لربي شالوم، شو رأيك تجوز بنتك شمعة لابني محمد وتعيش معنا في القصر الملكي؟ ما بنقصها شيء أبدا، إيش ما طلبت نحن جاهزين. قال له الحاخام، شو كيف يمكن ذلك؟ كل واحد عنده دين وكل واحد مختلف عن الثاني، هذا غير معقول. أجابوا الإمام، الدين ما بيحرم الزواج عن الإسلام من يهودية، أنت رجل ديني وأنا إمام وشيخ. أجاب الحاخام، نحن بنختلف عنكم في ثلاث شغلات، عنا الشبات السبت ما في نشتغل، عنا الميلاد نسائي طهور يعني، والزواج ما في نتزوج من غير يهودي أو يهودية، لازم ناخد بعضنا. لكن الإمام رفض الكلام نهائيا وقال له الحاخام، أنا قررت ما في تخالفني. فورا الحاخام خرج من القصر الإمام زعلان، وراح على البيت وقال له لبنته تلبس لبس أبيض تبع العروس، وفعلا لبست لباس أبيض وما عرفت مشان ايش، وهلا عم تستنى أبوها جديد لها لتتمه في النشرة القادمة. تعليقات على عيد حنوكا، نحن نتعلم درس من نيروت من ألوان حنوكا. هذا الدرس، الزيت يدخل على الفتيلة، الفتيلة بتصير بعباية زيت وبصل لأعلى الفتيلة، لما نشعلها بيحترق الزيت، تلاقي الزيت اللي قاعد تحت الصحن برجع بطلع لفوق، لو كان بيعري حاله بيحترق بعد ذلك بطلع. هون نتعلم درس، الإنسان يتقرب لبوري أولام لو كان كيف يكلفه كتير، مثلا يحضر قراية التوراة، يروح يصلي في الكنيس، لو كان يلتكى من شغله يخسر زبوناته، مع ذلك لا يهتم في أشياء أبدا، لأن بيمشي وراء بوري علام وراء عبادة الخالق، ما معقول بعلام يتركه ويخسره. وراء هو برزقنا المال والصحة والسعادة، وإذا شاف فعلا عم بخسر مع ذلك لا يضعف إيمانه، وبالعلام بيعوض له بغير شيء، يا ببعث له مال غير محل، يعطيه صحة يكون مجزور عليه بده يمرض بيروح له لأنه عم يضحي، وهيك شغلات أهم المال، ويعطيه سعادة بيعطيه راحة البال، لأن كل خير عم يجينا هو مع عند بوري علام. تاني شغلة
لما بنشعل الحنوكه بنقول هالنيروت اللالو كود شيم، هالنيروت هدول مقدسين وما بصير نحن نستاد منهم، بس نتفرج عليهم. هون عم بسأل، ما في اي مظلة لما مساويها نشرح الدينين تبعها، ما بنقول ليش عم نلبس تلين، ما بنقول ليش عم نلبس طليط، ونحط اسباب. ليش الحنوكه بنحط اسباب؟ الا بنتعلم من هوني انه الانسان لما بحصل على افاده ومنفعه من بوري عولام، قبل كل شيء لازم يشكر بوري عولام على الشيء اللي عطاه وعلى فضله، ومو يفتش عن مصلحته الخاصه. مشان شعل حنوكه بنقول له لبوعولام نحن ما عم نشعل الانوار حتى نستضوي منها. ليش؟ قبل ما كان في كهرباء، ليش قالوا شميع في بيوتهم؟ نحن ما نستضوي من هالمظاه شعل حنوكه مشان نحن نستفاد من الضوء لمصلحتنا. الا بنشكرك يا بوعولام على العجائب اللي عملتها وعم تعملها معنا. لازم نتفرج نطلع فيها. الأوتاب بالباد، بالباد شاي بالباد هي رؤوس كلمات لهالكلمة لهالباسو، بشبيه لا داعت بقار الزكيخة. نطلع في عظمة العلام ونتذكر عجائب العلام في عيد حنوكا. توجيهات دينية، التقرب لبور العلام. الإنسان لما بيرتكب أخطاء وبزداد كل نهار يوم بعد يوم بغرق في العفونات في الأخطاء. الإنسان لما بساوي عفون طالش عم بيساوي، هذا تصرف طائش، عم ببني حاجز من حديد وقوي بينه وبين بور العلام. لذلك ما بقدر يشوف وجود بور العلام وإيمانه، لأنه هو موجود في الظلام، في حاجز حديدي بين بور العلام وبينه. بور العلام هو النور قوي، ما بنطفي ولا بنتهي ولا بضعف. وإذا الإنسان مخطئ وقع في الظلام، معنى ذلك ابتعد عن نور الإلهي، بتلاقيه بتخبط في الحياة، بيبدأ برمنام مكفر، بشك في وجود بور العلام وإيمانه بضعف. بعدين بيقول صعيب بور العلام موجود؟ ليش بسأل السؤال؟ لأنه ماشي في الظلام، ما في نور قدامه، ونور بور العلام بعيد عنه مسافات كبيرة وطويلة وبعيدة. في هذه الحالة بيبدأ بيعاني مشقات الحياة، بخسر مصاري، بتمرمر، صحته بتضيع، والحياة في عيونه بؤس ويأس وشقاء. بيمشي في عالم غامض، بيعيش في الخيال الكاذب، لأنه ابتعد عن حقيقة، عن بوري عولام. بيبدأ بسب حاله، بسب الناس، بتقاتل معهم، بكفر، وبيوجه كلام ناقص قدام السماء. ما بيعرف الحق ولا المعروف ولا عمل خير ولا مكارم الأخلاق. عنده كل شيء حلال ومباح، ما في شيء يردعه إلا عقله المريض والدهور. ما بسمع نصيحة الآخرين ولا بيري يسمع. بيبدأ اليأس والملل يدخل في روحه وفي جسده، يفتش عن الموت ليخلص من هذه الحياة العقيمة. ما يعرف شو لازم يساوي، ينتحر ولا يساوي جريمة يقف السجن؟ شو الحل؟ بيريد يرجع على الطريق الصحيح، لكن ما بيعرف وين الباب، وين الاكزيت، منين المخرج. لأن الطمأة استطراء حارة بتحيطه من كل جانب، وسكرت عليه جميع الفتحات وكل الأبواب. مسكين هالإنسان ضايع وتائه، وين خلاص؟ وين المفر؟ الإجابة على هالشي كله واضح، الباب والمخرج قريب إلك، موجود أمامك، لكن عفونوت والأخطاء ما عم تتركك وطلعك من سيطرتها عليك. لذلك لازم يشلح توب العفونوت، يرجع بتشوبه، يتجه لعمل الخير والإحسان، يروح الصلاة، يحضر شعوريم، يقرأ توراة هذاك وقت، ويترك الزعل والكسل، بفتح باب الحياة من جديد، بتقرب لأبو الغلام، بشوف المشاكل كلها عم تروح شوي شوي منه، الخسائر والغيرة والحسد، ولا يطلع على الناس ولا يشغل باله فيهم، يطلع على حياته. لا يطلع هذا شو عم بكسب وهذا شو عم بعمل وهذا ليش وهذا راح، هيك تصرف
وشو عم بصرفوا مصاري. هذا التفكير كله غلط، غلط بغلط. يطلع على حاله بالذات لأنه هو صار قريب وبر أولام. إيش بيهمه من الناس، من الآخرين، من تصرفاتهم؟ اشتغل مع نفسك، مع مصلحتك الروحانية. هذاك وقال أولام بضوي لك نوره، أنت المنتصر وأنت الناجح، وأولام بحفظك أمين. قصة في مدينة ليسكا في هنغاريا، جرت العادة في كل يوم أربعي من الأسبوع بيجوا كتير من القهار بيصلوا منحة في كنيسة حاخامة قادوش ربي يصيبيه هيرش. وحدد لهم هذا اليوم الأربعي كل جمعة بعد صلاة بيستقبل الناس مشان ياخذوا برخام الحاخام، وبعرضوا عليه مشاكلهم، بطلبوا برخاء، بطلبوا حل، بطلبوا استشارة مناسبة لهم. ربي يصيبيه كان جاؤون في التوراة، حسيد ومقبال، بوزع الصدقة بإيد مفتوحة، ما بترك شيء لنفسه أبدا ولا ليرة. إيش بيجي له تبرعات كلها بيفرق على الفقرة. بيجي لعنده حي فقير بحكي له قصته، بيطالع بفتح الدرج وبيعطيه. كان بيحب يساعد كل إنسان وبتألم لوضعه. في شخص اسمه موشي شمعون، رجل محترم وقلبه طيب لكن حظه ضعيف. كل يوم أربعي بيجي من البلد القريبة لبلد ليسكا اللي عم يعيش فيها الحاخام، ويجي أول واحد وبطلب من المسؤول إنه يدخله يقابل الحاخام قبل الجميع. لكن المسؤول الموكل على إدخال الناس بيقول له لهذا لموشي شمعون، كل جمعة بدك تجي تقابل الحاخام؟ ترك الدور لغيرك، تعال في الشهر مرة واحدة بكفي. لكن موشي رفض، قال له كل جمعة بدي أجي. وهذا الموكل على الباب تبع الحاخام ما فضل يمنعه، لأن الحاخام موصي عليه من ومن كان لازم يدخله. إذا سمع الحاخام إنه هيك بده يزعل كتير وبكشه من وظيفته. وموشي هذا عاش من صغره في عائلة فقيرة، وأخذ مرة كمان من عائلة فقيرة، وهن بيريدوا يربوا أولادهم حياة أفضل ما مر عليهم في حياتهم هن. لذلك كل أسبوع بيجي دي أبي الحاخام ليأخذ نوبي رخاء، ربما يتحسن وضعه. بتتمه في النشرة القادمة. هلأ دين عدد اثنين من حاخام مرديخاي ده وزرفون صديق برخاء، بينام بنهار نصف ساعة وأكثر. لما بفيق لازم يساوي نتيلاتها دائم مثل تبع الصبح، لكن ما بيرك عليها، ما بيقول باروخ التاج شيم عن التاتي، ما بده، بس يساوي نتيلات. هالشغلات الإنسان بيساويها طول نهار أو بالليل، بعد ما بيخلصها لازم يساوي نتيلاتها دائم مثل تبع الصبح، ولكن ما بيبارك عن نتيلاتها دائم. الشيء إذا دخل على الحمام أو على التواليت أو تخسر، كمان بيقص ضفيره، بيقص شعره، بيلبس وبيشلح حذائه، إذا حك راسه أو إذنه أو أنفه، إذا دخل إيده وحك جلده محل مغطى في جسمه، بيجتمع بيقرب لمرته، إذا بمسك في إيده حيوان ميت، بيمشي ورا ميت لفايا يعني، بيروح على المقبرة بيزور وبيطلع لازم يغسل إيديه. إذا بدخل لغرفة فيها ميت لما بطلع لازم يغسل إيديه. إذا خرج دم من جسمه كمان بده نتيلات دايم. بياكل 30 جرام خبز بيساوي نتيلات، لكن ما بيرك عن نتيلات دايم. إلا إذا بياكل رغيف كامل يعني تقريبا 52 جرام بيساوي نتيلات وبيبارك عن نتيلات دايم. وهي النتيلات تبع الأكل الخبز تختلف عن النتيلات اللي حكينا عليهم في الأول الشغلات. شو الفرق؟ تبع الصبح تبع الأكل بسكب ثلاث مرات متتالية على اليد اليمنى وثلاث مرات متتالية على اليد اليسرى. لكن نتيلات تبع الصباح والشغلات اللي قلناها هون بيساوي نتيلات بالتناوب، بكت يمين يسار يمين يسار يمين يسار. هي تبع نتيلات دايم تبع الشغلات اللي قلناها عليهم. هلا نقول اوقات تبع الاسبوع هذه هالنشره، هي يوم الشبات 28 كسليف 5772 16 ديسمبر 2017، الكاندل 4 و11 دقيقه،
المغرب 24، من حالي شبات 4.25، شحري شبات 2.25، من حال شبات 4.10، انتهاء الشبات بخلص 5.12 دقيقة، لموجب ربين وتام 5.42 دقيقة، نلبس طليت مسموح 6.19 دقيقة، الساعة الزمنية 55 دقيقة، بطلع الفجر 6.08 دقيقة، الشمس بتطلع 7.14، من حال وسط الجمعة في الأسبوع القادم 4.15، مسموح معي يصلي عربية الساعة 3.58 مو قبله، النجوم بيطلعوا 5.7 دقايق، رياض شيماع بتخلص وقتها 8.53، العميدة بتخلص 9.48، حاصلت نص النهار 11.51 أو نص الليل 11.51، رشحوا لي شطيبات يوم 2/3 18/19 ديسمبر. اللي تبرعوا في هالنشرة هنن السيد ابراهام دويك وزوجته السيده الشيلة واولادهم للنجاح والتوفيق امين. السيد ايزيك زريف وزوجته واولادهم للنجاح والتوفيق امين. السيده كامو شقالو زعفراني وزوجها السيد جاك واولادهم للنجاح والتوفيق، وعلى روح والدها الحاخامه مانوح ابراهام زعفراني ابن لطيفه عليه السلام امين. السيده ايفلين عنتيبي وزوجها السيد ادمون واولادهم للنجاح والتوفيق والصحه امين. السيد لاري حافز وزوجته السيدة كارن وأولادهم ووالديهم للنجاح والتوفيق أمين. السيد رفائيل جمال الكوهين وزوجته السيدة جراسيا وأولادهم للنجاح والتوفيق أمين. السيدة كامو شاشو ميتا وزوجها الحزان عسكان صبوري السيد ألبير وأولادهم للنجاح والتوفيق، وعلى روح والدها الحخام ألبير ميتا بن لئاه ووالدتها المرحومة أليجرا بنت لئاه عليهم السلام أمين. السيد ايزيك شاشو ووالدته واخواته واخواته للنجاح والتوفيق مع عائلاتهم، وعلى روح والدهم الحاخام الشاليم مانوح يوسف شاشو بن جميله عليه السلام امين. السيد دكتور ايميل امو وزوجته السيده ميري واولادهم ووالديهم للنجاح والتوفيق، وعلى روح الشاب المرحومه اولجا بنت فرحه عليها السلام امين. السيد ايلاي ليفي وزوجته السيده بيكي واولادهم للنجاح والتوفيق والصحه امين. السيد ايزي جندي وزوجته السيده الشيلة واولادهم نجاح والتوفيق، وعلى روح ولدهم المانوح يعقوب حي برحيل عليه الشالوم امين. السيده ليليان كباريتي وزوجها السيد دكتور واولادهم للنجاح والتوفيق، وعلى روح والدها المانوح ايلي هابط بن لطيفي عليه السلام امين. يوجد امراه عمرها 65 سنه بتريد الزواج وهي مشدوده، من له مصلحه بذلك يتصل مع ربانية فيوليت شكوري فرحي لتأمين لقاء بين الطرفين. السيدة تانيا شقالوا أولادها الأخوة الأكارم سولي ليندا ديانا تيري وأولادهم للنجاح والتوفيق، وعلى روح والدهم المنوح رفائي بن مزار عليه السلام أمين. السيدة ليزيت مرعشتي وزوجها السيد جاك للنجاح والتوفيق، وعلى روح والدتها لولو لآب بن صبحية عليه السلام أمين. الدكتور فرج ناولو وزوجته السيدة حياة وأولادهم مويز يوسف زوهر للنجاح والتوفيق، ويعزون السيد جوزيف فتيحة وأولاده السادة إيلي موسى دافيد إيفون لوريس توني مارسيل بوفاة مرحومة سيلي بنت حسني عليها السلام أمين. بلغت التبرعات لهذا الأسبوع 1200 دولار تسكولا مزبوط أمين.